هي حقيقة. يستطيع الإنسان أن يكون سيد ما يفعله، لكنه حتما لا يستطيع أبدا أن يكون سيد ما يشعر به، حتى لو ادعى عكس ذلك. نعم، هناك فرق كبير بين ما يمكن أن نشعر به وما نفعله. هنا يكمن ضعفك أو تكمن قوتك، عندما تتبع قلبك أو تحكم عقلك، عندما تريد ما ليس لك وربما ما لن يكون لك، فتقضي عمرك وراء سراب أفناك وأعماك وأتعبك. تذكر، المستحيل ليس ما عجزت عن فعله، بل ما لم يكتبه الله لك.